ما لأن كانت هناك قبل زيارات لمسؤولين الإقليم ومنهم السيد رئيس الإقليم والسيد رئيس حكومة الإقليم لبغداد للتواصل بشأن جميع القضايا المتعلقة بالوضع العراقي بما فيها الإشكاليات بين الإقليم وبغداد. وأربيل هي عاصمة الإقليم وكما أكدت أنه نحن جزء من الدولة الاتحادية، وهناك الآن تواصل بين أربيل وبغداد لمعالجة القضايا العالقة فيما يتعلق بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان ولشعب كردستان والذي لم يعالج خلال السنوات الماضية. نأمل وأن يتم البدء بفك العقد الموجودة في المباحثات الجارية بين الإقليم وبغداد، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي من هذه الإشكاليات، لأن باعتقادي بمعالجة الملف الاقتصادي بين الإقليم وبغداد سيتم فتح باب واسع وتهيئة أرضية مناسبة لمعالجة موضوع كركوك والمناطق المتنازعة عليها وإعادة الحالة الطبيعية إلى كركوك، وكذلك استحقاقات البيشمركة الذي لم يدفع له أي استحقاقات فيما يتعلق بالتدريب والسلاح بالإضافة إلى الاستحقاقات المالية له. فنأمل بأن يتم فك العقد الموجودة في المباحثات بين الجانبين من خلال هذه الزيارة، ويتم ترسيخ مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في صنع سياسات الدولة الاتحادية وفي تشريع القوانين واتخاذ القرارات الجوهرية الأساسية في الدولة الاتحادية.